السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأرجو الاشتراك في القناة. منتخب العراق يواجه منتخب أوغندا وديا غدا الجمعة على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد. المنتخب العراقي يستضيف المنتخب الأوغندي غدا الجمعة في مباراة ودية استعدادا للمواجهة الصعبة والمرتقبة ضد المنتخب الإيراني يوم الخميس القادم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.